اهلا بيكم. عايز اكلمكم شوية النهاردة عن الفوائد اللي ممكن تطلع بيها من موضوع كورونا ده. تاني انا مش بتكلم عن كورونا، انا ما بفهمش في الطب وفي الحاجات دي، بس الحقيقة كان في واحد يمكن سمعتوا عنه اسمه ستيفن كوفي. ستيفن كوفي كان عمل كتاب لطيف جدا اسمه 7 Habits of Highly Effective People. يمكن بعضكم سمع عن الكتاب ده او بعضكم قراه. كتاب حلو، والحقيقة بنصح لو ان انت هتقدر تجيب منه نسخة يا ريت لو تجيبها وتقراها، ومترجم للغات كتير. في شوية نصائح جميلة جدا لازاي انت تعيش حياة افضل، وازاي تبقى لك تأثير اكبر، وهو ده اللي انا كاي اتكلم معاكم فيه الحقيقه النهارده، موضوع التاثير. الحقيقه كان كافي ذكر حاجه، وهي الحقيقه لما سمعتها منه اول مره، مش عارف هو صاحب الفكره في الاصل ولا لا، لكن هو كان اول واحد اتعلمتها منه. ان في حاجه اسمها سيركل اوف انفلونس وسيركل اوف كونسيرن، دايره التاثير ودايره الاهتمام. وهو شبههم بدايرتين جوا بعض، ودايرة الاهتمامات أكبر بكتير من دايرة التأثير، زي ما الصورة دي أرجو إنها تكون بتوضح الفكرة. إيه التأثير وإيه الاهتمام؟ أنت النهاردة لو ما أنتش طبيب، لو أنت مواطن عادي زي حالاتي، مالكش تقدرش تعالج حد مريض، ما تقدرش توجه نصح طبي عشان الناس تحسن من سلوكياتها الصحية وما إلى ذلك. يمكن ما انتاش صانع قرار، ما انتاش صاحب مؤسسة خيرية، فأنت لما تيجي تفكر إيه اللي ممكن تعمله علشان تأثر في الوضع الحالي، المأساة اللي أغلب الناس النهاردة حاسين بيها، موضوع إن في مرض منتشر أو بينتشر وممكن يصيبنا وممكن بيتسبب في وفيات وإن كان عددها قليل، لكن الناس بتخاف. الحقيقة لما تيجي تبص هتلاقي إن تأثيرك في الموضوع ده لا يتعدى إن أنت لما تدخل من باب البيت تخش تغسل إيديك كويس بماء صابونة، ويمكن ايه تحاول تبعد عن الحاجات والاختلاط بالناس، والنصايح العامة اللي بنسمعها من وزارة الصحة ومن الناس اللي هي عندها فكرة ومعلومة بتقولها عن علم وعن معرفة. لكن غير كده انت تأثيرك ايه؟ انت مالكش تأثير، وانا ماليش تأثير، لان مفيش حاجة في ايدنا في الحاجات دي. لكن مع ذلك موضوع كورونا موجود في دايرة اهتماماتنا. لما نيجي نبص على الناحية التانية بقى، فين دايرة التأثير بتاعتك؟ هنلاقي أولا لو هنقعد نتكلم في كورونا، أنا مش عايز أضيع فيها وقت كتير، يعني هتلاقي زي ما قلت لك تأثيرك فين؟ تأثيرك في إن أنت شخصيا أنت تحافظ على نظافتك الشخصية ونظافة أسرتك وما إلى ذلك. لكن فين بقى أنت تقدر تستفيد بالوضع الحالي إزاي؟ مش هتقدر تستفيد ابدا بان انت طول النهار بتدور على اخبار كورونا وانتشرت وكم واحد مات وكم واحد اتصاب. مش هتقدر تستفيد انت بان انت تقعد تخبط على دماغك والحقوني واحنا هنموت واحنا هنروح في داهيه والخراب جاي. مش هتقدر تاثر على الناس او تقدر تاثر في الحاله الوضع الحالي عن طريق ان انت تقعد تعمل فيديوهات زي ما انا بعمل كده يعني، وتقول للناس خلوا بالكم وما تسمعوش وما تعملوش وما تروحوش وما تجوش انما تاثيرك ممكن يبقى ازاي؟ تاثيرك انت تشوف انت ايه اللي ممكن تعمله يفيدك ويفيد الناس، وإذا ما كانش هيفيد الناس يفيدك وما يضرش حد. زي مثلا إنك تستفيد بالوقت لو عندك وقت متاح، لو أنت من الناس اللي هي أتيح لها وقت طويل في الفترة دي إنك تتعلم حاجة جديدة. فكر في فكرة بيزنس مع تغير الوضع الحالي والمستقبلي للأوضاع الاقتصادية في مصر وفي العالم كله. إيه اللي ممكن أنت تعمله علشان تستفيد تزود دخلك وبالتالي تزود
قدرة الاقتصاد بتاع بلدك. طيب بلاش، انت دلوقتي مش غاوي الحاجات دي. طيب في ناس تضررت من الوضع الحالي، يا ترى انت من اللي يقدروا يساعدوا المتضررين؟ انا اعرف الحقيقة كذا واحد من الناس قاموا باعمال خيرية جميلة جدا، في ناس بتعمل حملات وبتلم تبرعات، والناس بتقدم اكل انت تقدر تعمل حاجة زي كده؟ المهم في دايرة التأثير شوف انت تقدر تعمل ايه مفيد. مفيش حاجة اهم من حاجة، انا لن ادعي ان انك تتعلم ده اهم من ان انت تكسب فلوس، ولا ان انت تأكل فقير اهم من ان انت تقي نفسك واسرتك، ولا انا ما يهمنيش ترتيب الاولاد، ترتيب الاولاد ده راجع ليك انت، انا مش دوري ان انا اقول لك ايه اللي اهم من ايه، دي حاجة راجع ليك، وانما انا جاي عشان اقول لك خلي بالك انت بتضيعت كتير جدا في ان انت تبص على الحاجات اللي مخوفاك، الحاجات اللي بتقلقك، اللي هي انت ما تقدرش تعمل فيها حاجة تأثر في نفسك ولا تأثر في اللي حواليك. راجع ترتيب اولوياتك، شوف الوقت اللي انت بتقضيه في ايه يفيدك ويفيد المجتمع، او على الاقل يفيد واحد فيهم من غير ما يضر التاني، هو ده اللي لازم تدور عليه. لو نرجع لستيفن كوفي اللي ابتدينا بيه كلامنا، ستيفن كوفي الحقيقة كان له برضو فكرة لطيفة في خصوص دائرة التأثير دي. هو بيدعي، وأنا الحقيقة موافقه على الادعاء ده، يعني إن كل ما بتشتغل جوه دائرة التأثير بتاعتك، دائرة التأثير بتاعتك بتوسع. تاني، دائرة التأثير بتاعتك لو تفتكر صغيرة جوه دائرة الاهتمامات بتاعتك، زيك زي بقية الناس. اللي بيقوله ستيفن كوفي هنا دلوقتي هو انك كل ما تستغل دايرة التأثير بتاعتك دي، كل ما تقضي وقت كبير جواها، كل ما تحاول تشتغل من خلالها، كل ما هتوسع، يعني كل ما تأثيرك هيكبر. يعني ممكن تأثيرك يغطي كل اهتماماتك؟ لا، بس اتليست مش هتضيع وقت كتير في حاجات مش هتفيدك ومش هتفيد حد. وللأسف إن أغلب الحاجات اللي مش بتفيدك ولا بتفيد حد بيطلع من وراها ضرر، يا ريتها ما بتعملش حاجة. طيب طلعنا بمعلومة فكر فيها وما تاخدهاش زي ما هي، دايما فكر وراجع، إذا عجبتك اشتغل عليها، ما عجبتكش اعتبرها من ضمن الحاجات اللي أنت بتسمعها كتير. شكرا.